يشرع اليوم وزير الفلاحة والتنمية الريفية محمد عبد الحفيظ هني في زيارة عمل إلى روسيا الاتحادية، حيث سيرأس مناصفة بموسكو مع نظيره الروسي ديمتري باتروشاف أشغال الدورة 11 للجنة الحكومية المشتركة الجزائرية الروسية للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني. كما ستتمحور المحادثات حول مختلف ملفات التعاون بين الجزائر وروسيا. انعقد اللقاء الجزائري الفرنسي الثاني لصناعة النفط والغاز بوهران ضمن مجموعة من الورشات، تبادل خلالها المشاركون النقاش حول مواضيع متعددة، لا سيما فرص المناولة وتمويل المشاريع الصناعية والطاقات المتجددة. وسجل اللقاء حضور 240 شركة جزائرية وفرنسية وإقامة 3 ورشات حول حلول تشميس المواقع البترولية والغازية وفرص المناولة وتنمية المضمون المحلي في الجزائر، وكذا تمويل المشاريع الصناعية. على هامش أشغال الجلسة رفيعة المستوى لمجلس الأمن الوطني، أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف بمقر الأمم المتحدة بنيويورك محادثات ثنائية مع نظيره من جمهورية الغابون أونان غاندياي. كما تبادل الطرفان وجهات النظر حول العديد من المسائل الدولية خاصة على الصعيد الاقتصادي، بعد استعراض الوزيرين لتطور العلاقات الثنائية بين البلدين. أعطى وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية لخد الرخروخ إشارة انطلاق 3 مشاريع مهيكلة على مستوى ولاية الجزائر بغرض التخفيف من الاختناق المروري بالعاصمة، وتتمثل في مشروع إنجاز الطريق الرابط بين بن عكنون وخريسية، حيث أسدى تعليمات تقضي بضرورة الانطلاق في إنجاز الشطر الثالث منه في بداية 2024، وكذا مشروع ازدواجية الطريق الوطني رقم 63 الرابط بين بلديتي سحاولة وبير خادم، بالإضافة إلى إنجاز مشروع النفق الأرضي على مستوى الطريق الوطني رقم 41 مدخل للمستشفى العسكري ومفترق الطرق، وهي مشاريع من شأنها تخفيف الازدحام المروري في عدة من بلديات العاصمة. ترأس أمس وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بالعريبي اجتماعاً تقنياً لتقييم البرامج السكنية بصيغة عدل التي انتهت أشغال الإنجاز بها، وهذا قصد برمجتها للتوزيع قبل نهاية السنة الجارية، حيث أصبحت معادلة إنجاز السكنات في مدة تتراوح ما بين 8 إلى 10 أشهر. كما تم الاتفاق على ورقة الطريق لسنة 2024 مع اعتماد جدول زمني جديد للمشاريع المستقبلية. من المتوقع أن تحتل ألمانيا المرتبة الثالثة كأكبر اقتصاد في العالم، لتزيح اليابان عن مكانتها الحالية بنهاية العام الجاري حسب توقعات صندوق النقد الدولي، وبسبب تراجع الين مقابل الدولار واليورو، وهذا وسط تدهور العملة اليابانية واقترابها من سعر الصرف عند 160 مقابل اليورو. كما أن ذات العملة تتحرك حاليا في نطاق قريب من أدنى مستوياتها مقابل الدولار منذ نحو 33 عاماً.